بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير نبي أرسل الذي كان خلقه القرآن. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج صحبتنا قرآن وسنة، اليوم في هذه الحلقة أحببنا أن نعيش مع أهل القرآن وأن نعيش وأن نتكلم عن فضل القرآن وعن صحبة أهل القرآن. لذلك يشرفنا في الاستديو اليوم فضيلة الشيخ القارئ محمد أنور الخرط، يعني قارئ ومبتهل وأستاذ لعلم القراءات، تعليم علم القراءات بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك دكتور. كذلك القارئ الشيخ عبد الرحمن سعد عبد الحي، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني شرفتونا ونورتونا بهذه الحلقة. الله يبارك في عمرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، اللهم آمين، وأن نسعد بصحبة أهل القرآن. لذلك أحببنا أن نبدأ هذه الحلقة بسماع شيء من كتاب الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ محمد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إن إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. يعني ما أجمل أن تسمع القرآن بصوت الندي، فلقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، فكما ورد في الحديث أن نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه قال لابن مسعود اقرأ علي، فقال له أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له حسبك، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدم، صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، ومعنى كلام الله لما نقول القرآن كلام الله أي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي. وليعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لا يشبه كلام المخلوقين، كما قال الإمام أبو حنيفة والله يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالحروف والآلات والأصوات، أما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلما نقول القرآن كلام الله أي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى. فلذلك الواحد منا يعني دائما التنويع كما يقولون هذا يجود وهذا يرتل، فالواحد لما ينصت للقرآن وأهل القرآن يعني ونحن نحب أن ننصت إليكم اليوم، يعني جئنا لنستمع إليكم بارك الله فيكم، كذلك الجمهور يعني المشاهدين يحبون سماع القرآن منكم. لذلك نحب أن نسمع شيء من الشيخ عبد الرحمن. يعني أنا بعرف أنك تحب الترتيل، وخاصة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى، فلو تسمعنا شيء يعني تفرح به قلوبنا إن شاء الله. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفر والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم
وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني سبحان الله يعني التجويد له سبحان الله له منزلة والترتيل له منزلة يعني هذا له طعم وهذا له طعم سبحان الله يعني حتى يعني ذكرتنا بالجيل الذهبي ما شاء الله يعني الله ينفعنا بالقرآن رضي الله عنه قراء العمالقة وقراء مصر خاصة يعني والله بشهادة هم القدام فعلا ما يتعوضوش تاني بصراحة صحيح صحيح شهادة العالم يعني هي موهبة من ربنا وتكرم وتفضل من ربنا سبحانه وتعالى على أهل مصر خاصة يعني صحيح وربنا يتقبل من الجميع الله يجعلنا نسير على دربه اللهم معنا اتصال أستاذ أحمد من المنصورة ألو ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أخطر. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك على الصحة حالك. الله يكرمك. كل عام وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة والعافية. ازيك يا شيخ عبد الرحمن. ازيك يا مولانا الشيخ أحمد الألفي. ازيك يا مولانا. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك. لا الشيخ عبد الرحمن ولا الصادقين ولا الذكي على الله. ما شاء الله يرضى عليك يا شيخ أحمد، جزاك الله خير. الله يا شيخ محمد، أنت يا شيخ أحمد، إحنا كنا نستمتع بالصلاة خلف. الله يكرمك ما شاء الله الله يكرمك ما شاء الله يعني الله يبارك فيك واضح وظاهر ما شاء الله الشيخ عبد الرحمن الطالب الأزهري نعم المعتدل نعم هكذا أهل الأزهر على خير ويزكي على الله بارك الله فيك والله جزاك الله خير كنا نستمتع في صلاة خلفه في صلاة التراويح واحنا ونحن في الكلية هنيئا لكم الشيخ أحمد الطالب مع طالب دفعة معنا في كلية الدراسات الإسلامية خلاص العربية اجتمعوا الأزاهرة الله يكرمك إن شاء الله هو والله الشيخ أحمد دوم عزة عندي خاصة والله إن شاء الله الله وأنا الله. بحبه يعني في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى الله يكرمك يا شيخ أحمد والله سبحان الله لذلك بنقول صحبة أهل القرآن شكرا لك يا شيخ أحمد صحبة أهل القرآن هي التي تبقى نعم. الله قال بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين يعني كل صداقة في الدنيا لم تكن على أمر الله وفيها التزام بما أمر الله هذه الصداقة تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا المتقين تبقى صحبتهم ومودتهم الله يجعلنا من أهل القرآن ويجعلنا من المتقين لتبقى صحبتنا ومودتنا إلى في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى أهل القرآن يعني لهم منزلة يعني كما تعلمون يعني أنتم أهل القرآن أنتم ساداتنا ومشايخنا القرآن يعني
سبب للسعادة، سبب للفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. يكفي أهل القرآن يعني يكفيهم شرفا وخيرية أن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويكفي أهل القرآن فخرا وشرفا أنهم لهم يعني مكانة يوم القيامة، يعني صاحب القرآن يلبس والديه المسلمين تاج الكرامة يوم القيامة. الله، ما يعني فضل عظيم في الدنيا والآخرة. لذلك من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. ومعانا اتصال، يعني صاحبة البيت الأستاذة غادة فؤاد، يعني كان ينبغي أن نكون في ضيافتها اليوم، لكن سبحان الله الله ييسر أمرها. أهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام. أهلا بك يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا منور. أنت صاحبة الدار ونحن ضيوف عليك. يا ريت تقفي في مكان فيه شبكة لأن الصوت راح. خلاص تمام كده، سامعني؟ كده تمام. تمام. أهلا وسهلا بحضرتك. منورين والله يا شيخ عبد الرحمن وشيخ محمد. الله يبارك فيك. أصوات الله، ربنا يبارك فيكم يا رب. وأمين فيكم، الله يجزيكم الخير. يجزيك خير يا أستاذ. الله يكرمك. وجزاكم ربنا يبارك فيكم. بارك الله فيك، يعني كنا نحب أن نكون معك اليوم، ولكن سبحان الله لا يكون إلا ما قدر الله. الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا لك يا أستاذ غادة. فكما قلنا حتى، ولكن هناك شيء يا شيخ عبد الرحمن، يعني شيخ محمد، في كتير من الناس بيسمعوا الحديث انه او بيظنوا انه مجرد الواحد جاب المصحف وقرأ، حتى لو ما بيعرفش لا المبتدأ من الخبر من الفاعل من المفعول من اي حاجة، انه خلاص مجرد جاب المصحف وقرأ ليه اجرين، يعني يقول له اجران. نعم. ليه بقى؟ لانه بيفسروا الحديث الذي ورد يفسرونه خطأ. النبي قال والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم. يعني يقرأ القرآن كما أنزل. قال والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لو نظرنا إلى هذا الحديث وهو عليه شاق، اللي هو أصلا لم يتعلم، لا تكون عنده مشقة في القراءة، لأنه ما فيش ضوابط هيقف عندها. إنما قال وهو عليه شاق، لماذا له أجران؟ لأنه يجاهد نفسه بأن يأتي بالقراءة على وجهها كما تلقاها عن أهلها بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجاهد نفسه في ذلك، فيجد أحيانا مشقة في هذا الأمر، فهذا يكون له أجران. شفنا أدي الفرق، أنما كثير من الناس بيروح خلاص جاء رمضان مثلا، بالغالب في رمضان أو غير رمضان، بيجيب المصحف ويقرأ اقرأ، أحيانا يغير في المعنى، يعني أحيانا بتحصل كوارث في القراءة. فده لازم ننبه عليه المشاهدين وننبه عليه الناس، لابد من تلقي القرآن عن أهله الثقات، لابد من تلقي القرآن عن أهله الثقات. نعم. ليه؟ حتى الإنسان يقرأ قراءة صحيحة. إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا اتصال، اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد، منور الشاشة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، بارك الله فيك. وأهلا بحضرتك وضيوفك الكرام، الشيخ محمد أنور والشيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. الحقيقة إحنا عايزين نزيد من هذه البرامج على شاشات تلفزيوننا، لأن الناس اللي قدام الجمال دول لازم هم دول اللي يبقوا قدوة لشبابنا وقدوة لولادنا الصغيرين، ونقدر نستزيد من علمكم ونربي النشأ الجديد بصفة مربي، نربيهم على القرآن والسنة فعلا. بارك الله فيك. لكن البرامج أنا آسف يعني اللي هي الخارجة واللي فيها إسفاف واللي فيها دي، فعلا إحنا بنسيء لتاريخنا وبنسيء لرسولنا عليه الصلاة والسلام. فكل حضرتك تقصد نحن نزيد من هذه البرامج على الشاشة يا شيخ محمد. حضرتك تقصد البرامج الغير هادفة. البرامج الغير هادفة. نعم نعم صحيح.
لكن انا على المستوى الشخصي الشيخ محمد انور التقيت به في احد المساجد بحلوان بالصدفه، وكانت معرفه خير، وزي ما حضرتك بتقول فعلا ان شاء الله يجعلنا من اهل القران وفي حفله اهل القران يشفعوا لنا يوم القيامه ان شاء الله باذن الله. نشكر حضرتك يا استاذ احمد على هذه المداخله الطيبه، بارك الله فيك واحسن الله اليك. جزاك الله خير يا دكتور. طيب والله احنا جايين النهارده عشان نسمعكم. الله يكرمك. نحب نسمع من الشيخ محمد التهال ان شاء الله تعالى. تكرمنا كده التهال. لا اله الا الله الاول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صلاتنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا يا رب. يعني سبحان الله الوقت يمضي مسرعا، يعني الله يجعلنا من أهل القرآن. ونحب نختم مع الشيخ عبد الرحمن بقى بكم آية كده، يعني سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يجعلنا من مستجاب الدعاء، الله يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، إنه على كل شيء قدير. أعزائي المشاهدين، لقد آزفنا الوقت، وفي الختام نصلي ونسلم على إمام الأئمة وبدر التتمة، لبنة التمام ومسك الختام، سعد وفاز من أدام عليه الصلاة والسلام. الله عظم قدر جاه محمد فأناله فضلا لديه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوا على صاحب القرآن وشفيع الأمة يوم القيامة، صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدنا يا رسول الله. نلقاكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من كل أسبوع في اليوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى مع هذا البرنامج، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.